اوكي هلا ملاحظ اكثر من شغله. اول شيء الانيميشن هذا زي ما شفنا المره الماضيه، هلا شو ملاحظين انتم مباشره على التانك الليفل تبع التانك في اوفر شوت هائل مش هيك مزبوط؟ اذا هلا هاي ممكن احطها على جنب اتركها. هلا اللي بتهمنا هي هاي، هاي مفيده جدا اذا انت بدك تظبط بعدين الرولز وتفهم شو اللي بيصير. عماله بيصير عندنا هاي الهون الانبوت عماله بتغير او الايرور عماله بتغير اللي هو الليفل، والريت عماله بتغير. الريت هلا احنا مش مشغلين شيء لانه رغم انهم عارفين احنا ممبرشيب فانكشن بس مش عم بيعمل عندنا فايرنج من هون، والفالف عماله بتغير. لاحظوا الفالف عماله بتغير بين ثلاث قيم، ما عم بروح على الاوبن سلو والاوبن فاست والكلوز سلو مزبوط، لان احنا مش حاطينهم رولز اصلا. اوكي فعم بشتغل ما بين هدول الاثنين. وهلا اذا بتطلعوا هون هي بتتذكروا حكينا عن الاجريجيشن، في مرات عماله بيطلع شوي هون وشوي هون وكبيره هون مزبوط، وهي عم نطلع لها السنترويد، لكن في لحظات معينه مش عم بيطلع غير اللي بالنص. هي تطلع شايفين هي في قطعه مرات تطلع شوي هون مرات بتطلع شوي هون، ها وعم نعملها اجريجيشن من هون. وهاي جاي مجموعه مين؟ من هاي ومن هاي ومن هاي، مش هو 3 رولز؟ فالرول الاولى اللي عم تعمل فايرنج هون بتطلع لي فاليو، الرول الثانيه بتعمل فايرنج بتعطيني فاليو، الرول الثالثه متذكرين الريسك اكزامبل الريسك، وبعدين جمعناهم. كيف جمعناهم؟ شو الطريقه اللي جمعنا هدول فيها؟ شو حطينا في البدايه؟ الاجريجيشن. وشو استعملنا الفانكشن اللي استعملناها حتى نعمل اجريجيشن اليوم لما حطيناها؟ الماكس. ماكس يعني خلص بعمل لهم بحط بجمع هذا مع هذا مع هذا باخذ الماكسيمم فاليو. يعني رح تجمع هاي القطعه بتنزل زي ما هي تحت، واذا في قطعه هون هاي القطعه بتنزل زي ما هي تحت، وهاي القطعه بتنزل زي ما هي تحت، بعملهم ماكسيمم. اوكي؟ فبيطلع معنا هاي، وبعدين بنطلع السنترويد، مش حكينا احنا بدنا نطلع السنترويد، بنطلع السنترويد، السنترويد بتعطيني الفاليو تبعت الفالف، هذه بتروح على الفالف منها. خلينا نطلع الان على الاوسيلوسكوب ونشوف الاوتبوت كيف شكله. هاي كومباريزن بين مين ومين؟ لا بين الديزايرد فاليو والاكتوال فاليو. فالفاليو اللي بالاصفر هذا مزبوط اصفر اللي هو هذا الديزايرد فاليو. لاحظوا الديزايرد فاليو احنا التانك عماله بنقول للتانك بدي اياك تنتقل فجاه من قديش؟ من 0.5 ل بلس 1.5 وبعدين من 1.5 ل 0.5. كل شايف لون المجنتا؟ يمكن المجنتا مش مبين كثير، مبين المجنتا؟ هذا اللون مبين اه شايفينه؟ هذا هو. فعندي اوفر شوت هاي، الاوفر شوت قديش تقريبا قيمته لو بدنا نقدره هون؟ تقريبا عمال بوصل كثير، عمال بوصل حوالي نص زياده، عمال بضرب تقريبا في 2 متر لاني وانا عمالي بظبط الفالف، عم بحاول اظبط الفالف لسه الفالف عم بتعبي، عم برجعها مزبوط. اوكي اذا هلا شوفوا شو ممكن نعمل، ممكن نعدل شوي على الرولز، نبدا نفكر شوي بالرولز. اطلعوا هلا عند النقطه هاي، انا بدي احاول اوقفه هذا بس بعرفش اذا بقدر اوقفه. خلينا نشوف اذا وقفته، اذا عملت ستوب، اذا بضل عندي اشي على الاوسيلوسكوب نعمل ستوب هون ونشوف. اوكي طلعوا هلا هون، طلعوا عند النقطة هاي، هل في ايرور عند النقطة هاي؟ لا. مش التانك قديش الليفل تبع التانك عند النقطة هاي؟ وقديش انا طالب منه؟ اذا كل شيء تمام، بس شو المشكلة؟ انه هذا انكريسنج عم بزيد مزبوط. وكمان لو مشينا شوي هلا خلينا نرد نمشيها شوي نشوف اذا بنقدر نشوف الجزء الثاني، او حتى خلينا اطلع على الاوسيلوسكوب بتشوفوا واضح. وتطلع عند النقطه هاي نفس الشيء، عند النقطه هاي الليفل قديش؟ نص متر. وانا قديش طالب منه؟ نص متر. بس شو المشكله في الليفل عماله بعمل بنزل؟ اوكي وحتى كمان عند النقطه اللي بعدها كمان نفس الشيء. خلينا نرد اوقفها من هون او نعمل بوز، بعرفش البوز ببينها عندي. طيب اوكي ببينها، اطلع عند النقطة هاي، طيب عند النقطة هاي قديش الليفل اللي أنا طالبه منه؟ وقديش هو؟ بس ايش الأوتبوت عم بصير الليفل عم بصير فيه؟ ديكريسينج. إذا مرات ممكن يكون الليفل صحيح بس الأوتبوت عماله بيعمل انكريسينج أو ديكريسينج. هلا عند النقطة هاي احنا عمالنا بنفكر، عمالنا بناخذ بعين الاعتبار، عم نتنبأ شو رح يصير مزبوط؟ اللي هو بيشبه ايش بالبي أي دي؟ الدي. فعمالنا بنقول أنا أصلاً مبين عندي في مشكلة، انا مزبوط وضعي كويس بس ما لازم انا اقعد واكون مبسوط لاني عارف في عندي مشكله. شو المشكله عندي عند هذيك اللحظه؟ رغم انه انا الليفل عندي مساوي للليفل والايرور صحيح، في عندي مشكله انه الاوتبوت عماله بتغير، ولو انه الاوتبوت بتغير لازم احاول اعمل شيء، بس ما راح يكون بالعنف اللي عملته هناك. شو راح اعمل؟ راح اقول سكر الفالف شويه صغيره. اوكي ماشي.